بيتي مكاني اسمه مناخر، اشتغل مناخر السواريد طبلات شوابك، اشتغل مناخر اشتغل بيدي مكانس، يجيني مكانس من الجنوب وخان حمل غدو يم مركز العام. شنو المواصفات اللي تريد؟ هي شغلتنا صارنا فوق 30 سنة اشتغل بهالشغلة. جدي وابوي كان يشتغلوا بهالشغلة، يشتغلون هنا، كان جدي يشتغل هنا بخان حمل غدو، وابوي رجع اشتغل، ابوي يشتغل فوق 30 سنة، وجدي تقريبا فوق 40 سنة يشتغل بهالشغلة واكثر. المخ نحن نجيبه مفصخ، يعني يجيبوا طار بحاد برواز بحاد، نرجع شو نسوي؟ نجيب لفات تيل، لفات نقصهن وكملهن، ورجع ندق برواز، ورجع ندق تيل، ونخلصه ندقه، ورجع نجيب مكانس من الجنوب خيطهن ورتبهن ونبيعهن. يجينا ملازق همين خيطهن ورتبهن ونبيعهن. المواد نجيبهن، المكانس نجيبها من الجنوب، والشو اسمه مناخل نحن نسوي صناعتنا، نحن صناعتنا الخشب يجي كله نجيبه نحن نصنعه ونسوي. تستخدم مخ المطحين، اكو مخ المالجوس، قربان مالجوس، حنطة، شعير، اكو التمان، اكو ما اشكال. يعني ايش هو المخ يجي يعني ما سعره 1500، غربال 2500، سعره بثلاثة باربعة ايش سعره. كان قبل مواد رخيصة، هسه المواد قلت. كنا نجيب التيل، نجيب التيل، التيل كل شيء بواحد. هسه التيل غلى، مسمار غلى، إطار غلى، كل شيء غلى. نحنا بس شو نسوي؟ ما خلي شغلتنا تروح.